أنا هستأذنكم بس هنروح سريعا كده لزميلنا مرة تانية مينا ماهر من النادي الأهلي فرع الجزيرة، وهو عامل لنا بعض اللقاءات هناك مع بعض أعضاء النادي. خلينا نروح نتابع. بجد تحياتي مرة تانية، معايا المرة دي أعضاء وضيوف من النادي الأهلي. برحب بيكم على شاشة قناة النادي الأهلي وبقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، وحابب أعرف منكم يعني رابع يوم العيد أجواءكم إيه هنا مع النادي؟ صباح الخير وكل سنة وأنتم طيبين جميعا، وعيد مبارك على الجميع. زي ما احنا كده متواجدين النهاردة رابع يوم العيد، كلنا شايفين ان الانشطه بترجع تدريجيا وبشكل متزايد طبيعي، ودي سنه الحياه لازم تمشي، لازم كل الامور ترجع لطبيعتها تدريجيا، نشتغل وننتج وناخد اجازات ونتحرك ونروح النادي. ويمكن كانت فتره عشناها كلنا بنسميها فتره احترازيه، ازاي نتعلم اجراءات الاحترازيه نتبعها. واعتقد كلنا يعني خدنا ثقافة ازاي نتفادى العدوى، ازاي يكون في الالتزام بالتباعد الاجتماعي لحد ما نستقر على المصل او العلاج الدايم اللي يحل الموضوع ده خالص. ده نوع من انواع الانفلونزا، يعني كلنا شايفين حتى ان مرض الانفلونزا ده موجود على طول، الناس بتمرض بيه، وفي وفيات تكاد تكون بنفس اعداد الفيروس الجديد اللي هو كوفيد 19. فقط هنستقر بس على يعني ايه هو العلاج المستدام مع الاجراءات اللي هي اهو، يعني النادي اهو متبعها والحمد لله كويسه، تباعد اجتماعي مش اكتر بمسافات معينه، والامور ماشيه بطبيعتها. فاضل بس يعني ايه الانشطه الرياضيه. طبعا بالتاكيد قناه الاهلي هتعلن عن عودتها بشكل تدريجي. النشاط الاجتماعي هو يعني رجع، انا شايف الخدمات الحكوميه شهر عقاري وغيره بيرجع، ودي حاجه طبعا كويسه. الناس رجعت لاعمالها، الاعداد اللي كانت في اعمالنا مقللينها رجعت كلها بكامل طاقتها تقريبا. وان شاء الله يعني نوصل البركه بقى في الطب وفي الدواء وفي يعني نوع عن العلاج المستدام، ويكون يعني الفتره اللي فاتت ديت كان فيها استفاده اكتر منها يعني ضرر. ويعني يجي دي دعوه للاعضاء ان هم يبتدوا يرجعوا، اذا كان نشاط اجتماعي النادي مفتوح والاجراءات متبعه كويسه، والنادي احنا بنيجي يعني متعودين عليه، بنيجي ده امتداد لبيوتنا يعني امتداد طبيعي للبيت، والحمد لله. وبهني قناه النادي الاهلي على التطوير الجديد، واللي بنأمل يكون في تطوير مستمر، ويعني اصبحت اكثر جاذبيه عن الاول يعني. فكل سنه طيبين وان شاء الله العيد الجاي ما نشوفش بقى يعني الالتزام الصارم اللي احنا ملتزمين بيه ولابسين كمامات وكده، وباذن الله الامور ترجع يعني لطبيعتها. حابب اسال حضرتك عن يعني الفتره اللي فاتت كان في الكورونا كان في التزام في البيت، ما كانش في تدريب، ما كانش في لفه التراك اللي متعود تجريها كل يوم، فحابب اعرف يعني الاجواء دي كانت بالنسبه لحضرتك عامله ازاي، وكمان بعد ما رجعت النادي فتح ابوابه من جديد. أكيد طبعا كانت فترة يعني زي ما احنا قلنا كانت أزمة، والحمد لله إن احنا بفضل الله تجاوزناها بنسبة كبيرة. وطبعا كنت محروم طبعا من إن أنا أجي النادي وأمارس النشاط بتاعي اللي هو زي ما سيادتك تفضلت وقلت إن أنا كنت يعني الجري في التراك، فكنت بعوضها طبعا بتدريبات منزلية وتمرينات في البيت. طبعا عودت للنادي الاهلي بعد فتره دامت اكتر من 3 شهور بسبب ازمه كورونا، انا بعتبرها عيد، فخلينا نقول عيد عيدين يعني، ده عيد وعيد الاضحى. وعايز اقول كل سنه واداره النادي الاهلي بخير وكل اعضاء النادي الاهلي بخير، وحابب اشكر اداره النادي الاهلي انها وجهت بسرعه عوده الخدمات وعوده الحياه لطبيعتها ولمتابعتها الدقيقة خلال الفترة السابقة،
وكل سنة وكلهم طيبين يا رب وبخير، والنادي الأهلي دايما يكون بخير، وده شرف ان احنا دايما نبقى متواجدين في النادي الأهلي اللي هو انا بعتبره برضو بيتي اكيد، مفيش كلام. شكرا ليك، وده كان لقائنا مع اعضاء النادي الاهلي اللي بياكدوا على عوده الحياه مره تانية لطبيعتها وعوده الحياه والخدمات الاجتماعيه في النادي مره تانية. كل سنه وانتم طيبين مره تانية، وعوده مره اخرى الى الاستوديو. وانت بالصحه والسلامه مينا، بنشكرك شكرا جزيلا على اللقاء الجميل ده، واكيد بنصبح وبنعيد على كل رواد النادي الاهلي.